نقرأ حزب النصر هدية لإخواننا في كل مكان مستضعفين فيه، خصوصا أهل القدس ومن حولها، ونقرأ على اليهود والأمريكان وعلى المسيح الدجال وعلى إبليس وعلى كل كافر حربي يحارب المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يجعل فيه النصرة لإخواننا، ولا نملك نصرتهم إلا بدعائنا، ودعائنا هو سلاحنا، والله سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك بالمحتمى بآياتك، أسألك يا الله يا قريب، يا سميع يا مجيب، يا سريع يا منتقم، يا شديد البطش، يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك الأكاسرة، أن تجعل كيد من كادني في نحره، ومكر من مكر بي عائدا علي، وحفرة من حفر لي واقعا فيها، ومن نصب لي شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقيم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغد. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم مدد الإمهال، وغل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم ارزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر علينا لا ينصرون. حاميم عين سينقاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسأل، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تتقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبقى أدغارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله، فغارة الله جد السير مسرعة بحل عقدتنا يا غارة الله. عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استجب لنا آمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ونوصي أهل القدس ومن حولها أن يقرأوا حزب النصر يوميا، ويعلموا لأطفالهم ونسائهم يقرأوا يوميا، إن شاء الله يجعل الله سبحانه وتعالى فيه النصر لهم وللمسلمين في كل مكان.